تفضل. في نهي تسكن المساكن الذين ورا المسجد، وفي لازم أخذ الخدمات تكون باركين، بس أغلب الأبواب كانوا ساكتين في الأرض، كلهم نزل فيهم عذاب كان الله في نفسه. حتى في مكة والمدينة كانوا يعبدون أصنام، هذه المشكلة ولا لا، ما إلى دخل في الموضوع. العبرة المكان الذي نزل بهم العذاب، وهؤلاء القوم في هذا المكان نزل بهم العذاب، وهذا العذاب الذي نزل بهم أصبح عظة لنا إذا مررنا بهم، فنرى هذه الديار حصل بها الخسف، حصل بها ما لم يحصل في باقي الأراضي، فعندها نمر باكين متعظين ولا نسكن ولا نمكث. فهذا لا صلة له بأنه كان أهل مكة بيعبدوا الأصنام، فما في عندنا أنه نزل بهم خسف وشقت الأرض وبلعتهم أو عاليها سافلها وما شابه. فبالتالي هذا لا صلة له بما نتكلم عنه، نتكلم عمن نزل بهم العذاب وأصبحت آية من آيات الله، فإذا مررنا بهم اتعظنا وبكينا وأسرعنا. نعم.